هل ستمرر الموازنة منتصف الشهر الجاري أم تحتاج إلى مزيد من الوقت برأيك؟ تحتاج من 5 أيام إلى 10 أيام للانتهاء بالكامل من الموازنة. نحن تقريبا يعني استضافاتنا أشرفت على الانتهاء، ومناقشاتنا للأرقام والجداول وكذلك للنصوص يعني نحن ماضين بها، فخلال 5 أيام إلى 10 باعتقادي ستكون كافية جدا للانتهاء من الصياغة النهائية وتحضيرها للتصويت. طيب أستاذ جمال، بعد الترحيب بك ثانية، بما أنه قلت جدول الاستضافات وعمل اللجنة المالية مستمر فيما يخص الموازنة، في المقابل يعني لابد أن تكون هناك معوقات أو خلافات سياسية تعرقل بدورها أو تؤخر بطريقة أو بأخرى إقرار موازنة، هل بالفعل من خلافات سياسية تعرقل ذلك؟ باعتقادي نحن تجاوزنا الخلافات السياسية. الخلافات السياسية كانت في البداية، كانت هناك كتل تريد أن تربط قضايا أخرى بالموازنة وتحقيقها عن طريق الموازنة، ولكن تجاوزنا تلك المرحلة. الآن نحن بصدد يعني صياغتها النهائية، وباعتقادنا العقبات الكبيرة تجاوزناها. وهذه الموازنة بالأصل فيها 3 نقاط رئيسية لم تكن في الموازنات الأخرى، وهي التي كنا نسميها عقبات. العقبة الأولى أو الميزة الأولى الموازنة الانفجارية، يعني أكبر رقم أتانا لحد الآن، وكذلك العجز الكبير 64 تريليون، وهو عجز لم نشهده من قبل. ولأول مرة يأتينا قضية موازنة 3 سنوات، في حين أن الحكومة لم تقدم يعني 3 موازنات ل3 سنوات. فيعني في البداية كانت هناك عدم رؤية واضحة حول هذه النقاط الـ3. الآن الرؤية تقريبا وضحت لنا بشكل كبير، ونحن أمام مجرد يعني الانتهاء من صياغة النصوص ودراسة الأرقام. نعم. وليست هناك أي تحديات تذكر.